أهلا بكم. تطور ملحوظ يعرفه ميناء المتوسط طنجة بات يخيف الجارة إسبانيا، خاصة ميناء الجزيرة الخضراء الذي يصنف كأول ميناء في البحر الأبيض المتوسط. ادكرت صحيفة أبيس الإسبانية أن الموانئ بالمملكة الإيبيرية باتت تتوجس من المنافسة الشرسة لميناء طنجة، والذي يحافظ على مسار نمو لا يمكن إيقافه ويعزز نفسه باعتباره تهديدا خطيرا لموانئ الشحن الإسبانية، بتعبير الصحيفة الإسبانية. وفي ذات السياق قال جيراردو لاندالسون رئيس هيئة ميناء خليج الجزيرة الخضراء: نريد الانخراط في المنافسة الحرة، لكن لا يمكننا مواجهة مبادرات قوية للغاية من عدة دول مجاورة، مطالبا الدولة الإسبانية بأدوات مرنة للقيام بعمليات توظيف وتعزيز الموارد البشرية بدل الإجراءات التي لا تتيح مجالا للمناورة وتحد من تطور الميناء بشكل كبير، وفق تعبيره. من جهته أعرب عز الدين أبو العرب الخبير الاقتصادي أهمية الاستراتيجية التنافسية الدولية فيما يتعلق باللوجستيك والربط البحري لميناء طنجة المتوسط، والذي وصفه بالضخم مشيدا بقدرته على التطور السريع والتوسع في حصص السوق الدولية، وهو أمر أثبتته الأرقام التي تم إصدارها برسم سنة 2021، إذ أظهرت تطورا في معالجة الحاويات لهذا الميناء بنسبة 35%. وأضاف الخبير الاقتصادي أن تطور المغرب ونموه المتسارع يزعج الجيران والعديد من الأطراف، ويدفعهم إلى الاستنجاد بأوروبا وفبركة قوانين على المستوى الأوروبي من أجل إلحاق الأذى والخسائر بقدرة المملكة على استقطاب المزيد من الزبائن الدوليين وتحقيق المزيد من التحسن على مستوى حصص السوق فيما يتعلق بمعالجة الحاويات، حسب قوله. وشدد أبو العرب على أهمية معالجة الحاويات التي نجح فيها المغرب، وخاصة ميناء طنجة المتوسط، مضيفا: هذا الشق هو الذي تقتات عليه إسبانيا، وخاصة ميناء الجزيرة الخضراء، وهذا ما جعل المسؤولين الإسبان يطلبون من الدولة الفرنسية والاتحاد الأوروبي الحد من تطور ميناء طنجة المتوسط، وهو أمر مناف لكل قوانين المنافسة. كما أكد الخبير ذاته أن المسؤولين الإسبان يحاولون وضع بعض الشروط التقنية المتعلقة بالحد من الإفرازات الملوثة للمناخ لأجل استغلالها ضد ميناء طنجة المتوسط، وخاصة من خلال مطالبتهم بحصر معالجة الحاويات الأوروبية في الموانئ الأوروبية. وختم الخبير الاقتصادي حديثه بالقول: هذا أمر فيه تمييز على مستوى المنافسة واستهداف مباشر لميناء طنجة المتوسط، ولا بد للمملكة من الانتباه إلى هذه المناورات التي تسعى إلى الإضرار بمصالحها وقدرتها على التوسع واستقطاب المزيد من الزبائن الدوليين. المشاهدين، قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.